السلام عليكم. الصحافة موعدكم اليومي مع أهم أخبار الوطن عبر عناوين الصحف الجزائرية، والبداية مع صحيفة الخبر حيث نقرأ في عنوانها الأول: محللون للخبر، برقية وكالة الأنباء رسائل مشفرة وتحضيرا لرئاسيات 2024، الطبقة السياسية تتريث وتترقب. يؤكد مجددا عبد المجيد تبون: دعم الجزائر للشعب الفلسطيني، دعم الجزائر للشعب الفلسطيني موقف مبدئي. ملفها يزاحم ملفات نيجيريا والمغرب والبنين، هذه حظوظ الجزائر للظفر بكان 2025. رفع التجميد عن كل المشاريع، وزير المالية يقر بنقائص في تسليم الدفاتر العقارية. اجتماع الحكومة في تسمسيلت غدا، آمال معلقة على توديع صور البؤس والتهميش. تخصص لتسديد الكهرباء والغاز إعانات مالية للمتوسطات والثانويات العاجزة. من الخبر إلى البلاد: إصلاحات جادة ستضفي شفافية أكبر على صرف المال العام وفق رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان. وزارة الصناعة تضع منصة إلكترونية خاصة بالعملية، الشروع في استقبال طلبات اعتماد وكلاء السيارات. بودن تعلن التباحث لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة، وتمن وقوف الجزائر مع تونس في ظرف دقيق. الجزائر مع فلسطين حتى استقلالها وفق تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون. من البلاد إلى المسار العربي، الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري. عبر المنصة الرقمية، الشروع في استقبال طلبات اعتماد وكلاء ومصنعي السيارات. منذ بداية السنة الجارية، أكسيد الكربون يقتل 105 أشخاص. انفجار للغاز يخلف جريحين بحي مختار زرهوني بالمحمدية بالعاصمة. إلى صحيفة الحوار: وزير الصناعة، الشروع في استقبال طلبات اعتماد وكلاء ومصنعي السيارات. قال: إنما يكمن في وضع خطط لتحقيق حل نهائي. الرئيس تبون: التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الخطابات. مع مصادرات جميع ممتلكاتهم، التماسات من 4 إلى 15 عاما سجنا لعشرة وزراء سابقين. حول تدهور قطاع النقل البحري، سيناتورات للحوار، محاسبة المسؤولين المتقاعسين ضرورة. أخبار الوطن ذكرت: عقوبات شديدة للمعتدين على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، مافيا العقار، الاستسلام أو السجن. لابد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وفق تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون. 3 مصابين في انفجار للغاز بحي الموز في العاصمة. إلى صحيفة منبر القراء: أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2022. الرئيس تبون يؤكد على التزام الجزائر بدعم القضية الفلسطينية، ويأمر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري. إصابة شخصين في انفجار للغاز بشقة بحي مختار زرهوني بالمحمدية وفق مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر. انطلاق المنصة الرقمية لاستقبال طلبات اعتماد وكلاء ومصنعي السيارات. في صحيفة أخبار اليوم نقرأ: في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن معه، الرئيس يجدد موقف الجزائر الداعم لنضال شعب فلسطين. رئيسة حكومة تونس تشكر الجزائر. الرئيس تبون يستقبل نجلة بودن. وزارة الصناعة تشرع في استقبال ملفات استيرادها وتصنيعها. ملف السيارات والخطوات تتسارع، وتعيين أعضاء لجنتين تقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات. من تداعيات استضافة كأس العالم في قطر، الحملة الغربية على البلد المنظم، أهداف وخلفيات في ملف تناولته أخبار اليوم. وذكرت الصحيفة أيضا لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد، التماس ما بين 12 سنة و15 سنة حبسا لأويحيا وسلال وبدوي. الغاز وراء وفاة 105 أشخاص منذ بداية 2022. والغرامات، الجرامات بدل الكيلوغرامات، غلاء الأسعار يغير العادات الاستهلاكية للجزائريين. إلى صحيفة الجمهورية: التضامن لا يقتصر على الخطابات، وإنما في تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم بكل سيادة على أرضه. تصريح للرئيس عبد المجيد تبون في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وزارة العدل تطلق الشباك الإلكتروني الوطني.
تأكيد الحرص على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحكومة الجديدة وفق وزير الداخلية والجماعات المحلية. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة التونسية، عزم على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة المشاريع المشتركة. نجلاء بودن أثمن وقوف الجزائر مع بلادي في الظرف الدقيق الذي تعيشه. تحويل مرضى الإنعاش إلى مستشفيات وهران. من صحيفة الجمهورية إلى صحيفة النصر، رئيسة الحكومة التونسية عقب استقبالها من الرئيس تبون: نشكر الجزائر على ما تقدمه لتونس في هذا الظرف الدقيق. والرئيس تبون يجدد موقف الجزائر الثابت من القضية ويؤكد على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. اعتبروا تطوير نشاط النقل ضرورة حتمية، خبراء يثمنون قرارات الرئيس بشأن النقل البحري والجوي. إلى صحيفة المساء، التفاف واسع حول قرار محاسبة المسؤولين عن تدهور النقل البحري والجوي. 25 مليون جزائري يستفيدون من خدمات الكناس. دعا في رسالة إلى الشعب الفلسطيني إلى تجاوز مستوى الخطابات في الدعم الاستيطان. الرئيس تبون يستفز المجتمع الدولي. وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أولوية الأولويات وفق وزير المالية. وانتهاء مع صحيفة الشروق، الرئيس تبون: متضامنون مع فلسطين قولا وفعلا، حماس ثقتنا مطلقة في الرئيس الجزائري وماضونا في العلاقة مع سوريا. عن وقائع الفساد في قضية كوننا، فوكيل الجمهورية يلتمس عقوبات بالجملة ضد 10 وزراء. لتسليط الضوء على هذه العناوين ومناقشة بعضها، نستقبل معنا الصحفي والناشط السياسي من الجلفة السيد حفناوي غول. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا زميلتي المحترمة. أهلا وسهلا بك. بدأ لافتا في عناوين اليوم تصريحات وزيرة ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التي استقبلها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي ثمنت وقوف الجزائر مع تونس في الوقت الصعب. برأيك إلى أي مدى أو ما هي المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الجزائر مع تونس، وأي ظروف صعبة سندت فيها الجزائر تونس وفق ما تصرح به نجلاء بودن؟ شكرا زميلتي المحترمه، تحيه لك ولكل الزملاء والمشاهد الكريم. بالنسبه لقضيه العلاقات الجزائريه التونسيه او العلاقات المغاربيه ككل، نحن نعرف ان الجزائر وتونس لهما نفس الارتباط، لهما نفس الظروف، لهما نفس الاهتمامات من خلال بناء صرح المغاربي واقامه شراكه. ولكن دائما نحن نرى ان الجزائر التي يعول عليها الاخوه التوانسه والقياده السياسيه التونسيه كثيرا لم ترقى علاقاتها الى علاقات اقتصاديه او علاقات ربما في الكثير من النشاطات، خاصه وان تونس تتمتع بتجربه كبيره في مجال الخدمات، في مجال السياحه، في مجال الفندقه. ولكن دائما يبقى الاحتفال، تبقى العلاقات فلكلوريه فقط في ذكرى مثلا احياء ذكرى ساقيه سيدي يوسف التي قنبلت فيها فرنسا الحدود الجزائريه التونسيه، ونرى كل سنه احتفال روتيني فقط، لم نرى اي شيء يبنى علاقات اقتصاديه او علاقات في مجال السياحه مع تونس. ولكن نحن نرى دائما ان الجزائر تقف الى جانب الاشقاء التوانسه بكل القاع، ربما بعد الربيع العربي ودخول تونس طبعه قيس سعيد في مشاكل سياسيه كبيره ومشاكل دستوريه. الجزائر اكدت من خلال زيارات متبادله ومن خلال العلاقات المشتركه انها تقف الى جانب تونس، ولكن هذا يبقى ناقص اذا لم ترقى العلاقات الى علاقات اكبر، لان الجزائر وتونس دولتان بالاضافه الى المغرب يشكلان دول هامه في بناء الصرح المغاربي وفي بناء سوق عربيه مغاربيه مشتركه وفي بناء علاقات اقتصاديه قويه نستطيع ان نستغني من خلالها عن الكثير من العلاقات التي تربطنا مع فرنسا التي ما زالت تنظر الى هذه الدول نظره استعماريه.
والمواقف المشتركة بين الجزائر وتونس، رأيناها الكثير من المحاكم الدولية وفي القضايا التي نتشارك فيها والتي هناك تفاهم كبير ما بين البلدين. وربما أوسع منها العلاقات بين الجزائر وفلسطين، واليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يصرح فيها الرئيس أن الجزائر متضامنة مع فلسطين قولا وفعلا. الأقوال معروفة، الأمر كيف يمكن الجزائر أن تتعاون أو تتضامن مع فلسطين فعلا؟ قضية فلسطين قضية مشتركة بين العديد من الدول التي لم تدخل إلى حاضرة التطبيع، ومنها تونس. تونس كانت نقطة ارتكاز مهمة في السابق قبل اغتيال أبو الله أعلم أبو جهاد الذي كان من كبار المعارضين في تونس. ولكن قضية تونس، قضية فلسطين وهي القضية المحورية، من خلال الجزائر قضية ما يعرف بالاتفاق الفلسطيني الفلسطيني، والجزائر نجحت في هذا الموضوع كثيرا، خاصة وكانت عقبة كبيرة أمام الأمة العربية، واستطاعت الجزائر بفكرها وبعلاقاتها المتميزة مع الفلسطينيين ومع السلطة الفلسطينية ومع المعارضة الفلسطينية المشكلة من حماس ومن الجهاد الإسلامي، استطاعت أن توحد صف الفلسطيني، وهذا شيء جميل، خاصة ما لم يسمعه في رسالة رئيس الجمهورية بالمناسبة، والتي ربما تكون قاطرة للتونسيين لكي يحدوا حدوى الجزائر من أجل أن تكون فلسطين هي القضية الأولى والقضية المحورية والجوهرية في إقامة علاقات مع الشعب الفلسطيني. نحن في زمن التكتلات، والمواقف كي تكون مثلا الجزائر تونس وموريتانيا في المغرب العربي تكون ضد التطبيع ومع القضيه الفلسطينيه، هذا يشكل بدوره قوه ضغط كثيره امام الدول التي المتطبعه وعلى راسها مثلا المغرب وبعض دول الخليج. ووجهات النظر المشتركه تستطيع ان تخدم القضيه الفلسطينيه كثيرا، ولنا ان نقرا رساله رئيس الجمهوريه في هذا المجال لنتاكد بان موقف الجزائر ثابت دائما مع القضيه الفلسطينيه، وكما قال الرئيس راح ومجال مع فلسطين ظالمه او مظلومه. طيب، بالعودة إلى الملفات الداخلية، بدأ بارزا في عناوين اليوم الأحكام الصادرة بحق ثلاث رؤساء أولين في الحكومات السابقة، رؤساء وزراء، عقوبات أيضا ضد 10 وزراء بأحكام بين 14 إلى 25 سنة سجن. برأيك هل هذه العقوبات المسلطة عليهم هي مجرد التماسات كافية، وهل سيمضي القضاء الجزائري فعلا في تطبيق أحكام توازي التهم الثقيلة التي يواجهها أولئك المسؤولين السابقين؟ في قضية مكافحة فساد ومتابعة كثير من النافذين الذين كانت لهم سلطة قوية وكانوا يمثلون السلطة ويمثلون الدولة كما يحلو لهم أن يقولوا، هناك متابعات قضائية كبيرة رأيناها بعد الانحراف المبارك، وبست رموز الفساد، كل رموز الفساد النظام السابق لحد الآن شكل ربما نقاط إيجابية في الموضوع، وهو عدم استثناء أي واحد من الفاسدين، ولكن تبقى هذه الأمور فقط ناقصة، لأنه الذي يهم الجزائريين والذي يهم الرأي العام هو أين تلك الأموال وما هي الملفات الكثيرة المتابعة فيها، لازم الرأي العام تنكشف له الأمور هذه اللي راهي متابعة فيها هؤلاء، وما تكونش احكام سوريه فقط ولا احكام طاهات من اجل غرامات العيون. والله هنا احنا شفنا الالتماسات دائما تاع النيابه في كثير من القضايا، ليس فقط رؤساء الحكومات ولكن وزراء ورجال اعمال نافذين اللي حكمت عليهم المحاكم هذه منذ اشهر، وهي تهم متعدده تشكل بدورها رقم مهم في عمليه متابعه المفسدين، وهذا دائما نراه في قضيه الاتهامات الموجهه لهؤلاء، لان كما شفنا اتهامات كبيره فيها تبديد اموال كثيره وفيها تاخير الجزائر لسنوات،
الجزائر مقارنة مع كما كنا نهضروا مع قضية قطر واش راهي دارت بهذه 200 مليار ولا كذا، احنا راهي فايت 1500 مليار هذه وراها راحت. الرأي العام يهمه هذه الأموال وراها راحت، يعرفوا راها راحت. ثانيا هل هذه الأحكام وهذه المتابعات رايحة تجيب لنا الدراهم هذه ورايحة تبين لنا هذه الأموال وراها راحت ولا قام مجرد متابعات وسجنوا؟ هذه ما نظن ماهيش كافية، ماهيش كافية. فإذا لم يشمل التحقيق وطرق صرف هذه الأموال وأين صرفت وأين توجد هذه الأموال؟ وربما حسب أولئك بعد مغادرتهم مناصبهم، لكن هناك من يطالبون أو تطلق دعوات لمحاسبتهم على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، محاسبتهم وهم في مناصبهم، يتعلق ذلك بالمتقاعسين على خدمة القطاع الصيد، قطاع النقل البحري والجوي. هل ترى هذا الإجراء ممكنا حاليا؟ هل ترى أنه سيؤتي أكله وثماره في بعد هذه المناشدات أيضا التي جاءت اليوم على لسان برلمانيين كما تقول صحيفة الحوار؟ شفنا في البيان الأخير تاع رئاسة الجمهورية في قضية متابعات لعدد كبير من الملفات التي مسها الفساد، وشفنا ان رئيس الجمهوريه في البيان الخاص باجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لعدد من العروض وكذلك المشاكل التي تعرفها، وشفنا باللي الرئيس هنا كان صريح في هذا الميدان. لازم ان يكون متابعات، ان تفتح ملف المتابعات في كثير من المؤسسات. احنا رانا نشوفوا في المتابعه نتاع الوزراء ولا رؤساء الحكومات ولا ولات، ولكن كان حاجه مهمه جدا وهي قضيه الخطوط الجويه، قضيه البنوك، قضيه الشواطئ، وراهي راحت الاموال. وهذا الفاسدين هذول كيف يتم المتابعه نتاعهم؟ وهذا المعايير التي تتم في متابعه هؤلاء المسؤولين؟ احنا رانا شفنا راها كاين حتى تعرضت لها الصحافه ووسائل التواصل الاجتماعي. السؤال ذاته يمكن سيد حفناوي، السؤال ذاته يطرح سيد غول الحفناوي عن اين آلت الوفره في الجزائر، ونحن نقرا في اخبار اليوم انه غلاء الاسعار يغير العادات الاستهلاكيه للجزائريين في ظل وفره وارتفاع اسعار النفط التي تعود بالفوائد على الجزائر. معليش، احنا شفنا برك باش في بيان رئاسه الحكومه محاسبه كل المسؤولين عن تدهور القطاع الاستراتيجي كما مثلا النقل البحري والنقل الجوي وهذا الاسطول الجزائري اللي راه اصبح رزق تاع الدائره، اصبح فيه تبديله كبيره. ولكن مقارنه دائما نشوفوا مع البحبوحه الماليه اللي راه عندنا والاجراءات التي تتخذها الحكومه، رانا نشوفوا بلي الغلاء راه مازال والنفط راهي مازال، الضرب والاحتكار راهم مازال، ورغم الاجراءات الكبيره التي تقوم بها مصالح الحكومه من خلال متابعه التجار، من خلال هذه الاحكام القضائيه الشديده اللي وصلت الى حتى 30 سنه في قضيه واحد يحتكر وواحد يهرب. صحنا دائما نقدروا هذه الاجراءات عندها علاقه من اجل تحسين ظروف معيشه المواطنين، وما قام مجرد متابعات شكليه كما راهي المتابعات اللي رانا نشوفوا بها. اذا لم تنعكس هذه الاوضاع على حياه المواطن اللي راه يعيش في الفقر، اللي راه يعيش في البطاله، اللي راه يعيش تحت خط صفر، مع خاصه مع الندره، مع الغلاء، لان المواطن حتى الخبز مش قادر يشري الخبز للاسف. للاسف للاسف هو ذاك حاله للاسف. سيد حفناوي غول الناشط السياسي كنت معنا من الجلفه، شكرا جزيلا لك. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا على متابعتكم ايانا. قضايا اخرى تختصرها لكم قصصات الكاريكاتير، متابعه طيبه نرجوها للجميع، الى اللقاء.